حقيقة على مدار الأيام اللي فاتت انتشرت قصص كتير لخطف فتيات تحديدا في محافظة اسكندرية. القصص دي شفناها كلنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت الناس تقول ايه ده، هو رايا وسكينة رجعوا تاني في اسكندرية؟ بعد أيام بدأت بعض الفتيات اللي اختفوا يرجعوا تاني لأهاليهم، وبعضهم قال انهم كانوا تم اختطافهم، والبعض التاني تم اكتشاف انه هم كانوا رايحين يقضوا اجازة. مثلا لو هحكي لحضراتكم واحدة من الحالات، النهاردة اجهزة الامن اكتشفت انها كانت في الساحل الشمالي بتقضي أجازة في الساحل الشمالي. دي واحدة من الحالات على سبيل المثال. لكن على الجانب الآخر بدأت الناس بتستغل هذه الشائعة وبتنشر صور لفتيات وتحط اسمهم وتحط كمان التاريخ اللي تغيبوا فيه، وتطلب من الناس انها تنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. ده طبعا اثار حالة من الخوف والرعب لدى المواطنين. خليني بس يعني اقول معلومات كده وصلت لنا احنا هنا في البرنامج. يعني احدى الفتيات، انا مش هقول اسامي طبعا، لكن مثلا واحده فتاه تغيبت كانت من يوم 11/8، واهلها راحوا بلغوا بالبحث عنها، تم رصدها في منطقه الحسين، وبعدين وصلوا لها في شرم الشيخ مع احد الاصدقاء. فتاه اخرى كانت قاعده في بيتها واتفاجئت بصورتها منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة مكتوب عليها انها متغيبة، والفتاة ولا متغيبة ولا حاجة. الفتاة الثالثة تغيبت يوم امبارح، وكانت المفروض رايحة درس خصوصي واختفت ما رجعتش. سابت شنطتها وذهبها في احدى الكافيتريات واختفت. في الآخر تم التواصل إليها النهاردة في منطقة البيطاش في اسكندرية. يعني بس أنا عايزة أقول لحضراتكم يعني بلاش ننساق ورا الشائعات.